دان ياكوزا، هنا الصاب ياكوزا، دي المصلس، وبره هنا الانسجه اللي بره المثانه، يعني ده اللي من جوه، وهنا الانسجه اللي بره المثانه. الانسجه اللي حواليها بنسميها البيري ريزايكل تيشو. وفي ليمف نودز. ماشي، بص معايا، هو بيجي يقسم الكانسر عامل ازاي؟ يقول لك ممكن الورم بالمنظر ده. ميكوزا ومصر، طب الفرق بين بي واحد واثنين؟ بارشال مصر انفيجن، كومبليت مصر انفيجن، او فول سيكنس يعني. تمام؟ سي ميكوزا وصب ميكوزا ومصر والانسجه اللي بره المثانه. ماشي؟ ديلي فيزايكل. ماشي؟ راح بقى على ايه؟ يترس على اي حاجه جنبها. ماشي؟ راح على البروستاتا اسمها بيري فيزايكل يعني. بس لا في ليمف نود ولا في دم. طيب سي دي معاها ليمف نود كمان. دي معناها ديستنت يعني، فهمت قصدي؟ ديستنت للينف نود ولا دم؟ فدي واحد يعني معاها سبريد لمين؟ للينف نود، لمفاتيك سبريد. دي واحد بلاد سبريد. فهمتوها كده؟ تاني زيرو ميكوزا بس. اثنين اسمه دي واحد اثنين. زيرو ها ميكوزا. ايه؟ ميكوزا صب ميكوزا. بي واحد واثنين. بي عموما ميكوزا صب ميكوزا ومصر. الفرق بين واحد واثنين هنا بارشال مصر انفيجن، هنا فول سيكنس. سي بريفيزايكل بس سي دي معهاش لا بلاد ولا ايه ولا لينف. دي واحد لينف نود افليكشن، دي اثنين بلاد سبريت. بس صعب برضه في سؤال بس في الشفه مهم قوي. ايه هو؟ بيقول لك في الكانسر بلاد ماله؟ في منه نوعين، في نوع نتيجة بالهرسيا ونوع نتيجة أي حاجة تانية غير بالهرسيا. يعني إيه بالهرسيا؟ مش عارف كان في سكوموس ميتابليزيا صح؟ سيسات سكندولاريس، التريبتوفان، ماشي؟ البكتيريا انفكشن، عموما يعني في بالهرسيا وفي واحد يقول لك أيضا بالهرسيا سموكينج، أنيلين داي، تمام؟ كورونيك إريتيشن بستون، أنا بالهرسيا. بسألك الشيخ مين الأحسن؟ بتاع بالهرسيا ولا مش بتاع بالهرسيا؟ يعني بالهرسيا الكانسر احسن في البروجنوزس ولا نون بالهرسيا؟ مين يقول لك؟ مش مرة عنكم بس عايز نجاوبها مع بعض كده. مين الاحسن في البروجنوزس؟ بالهرسيا ولا نون بالهرسيا؟ بالهرسيا عشان في مانيفستيشن. ها ايه رايكم؟ ها؟ مش عارف؟ بيتر بروجنوزس. اشمعنى؟ قال لك عشان الفايبروزس. عشان الايه؟ ما هو من ضمن الاوفر اكشن اللي فيه فايبروزس كده. قال لك الفايبروزس دي بتعمل ايه؟ قال لك هو الورم ده كارسينوما مش كده؟ فالكارسينوما بتدي ايرلي لمفاتيك سبريت. ايرلي لمفاتيك ايه؟ سبريت. وحاجه ثانيه نتيجه الفايبروزس اللي بتحصل فيه ثيك وورد بلاد فيسل. فالفايبروزس قافله اللمفاتيك وعامله سكند فين؟ في بلاد فيسل. على ما الورم عشان طبعا وكمان خلي بالك دي كارسينوما يعني تدي ايرلي لمفاتيك واللمفاتيك مقفله اصلا. فعلى ما يحصل فيها سبريد بتقعد فتره طويله جدا. ماشي؟ نتيجه فبقول لحضرتك ان بالهرزيا بلادر كانسر اللي بيتر بروجنوز على النون بالهرزيا بلادر كانسر عشان الايه؟ الفايبروز.
وبسترايكت اللينف فيسل وبتعمل التكنينج فين في بلاد فيسل فبتخلي السبريد ايه متاخر فليت ايه ليت سبريد. فهمتوها؟ ماشي. اولى تاني صعبه حاجه برضو اخيره برضو بحيث ايه يبقى تقفيله برضو ما جاتش في امتحان بس اعرفه عشان لو اتفتح في شفوي ساعات تخش راجل شافه كده يجي اول سؤال يقول ايه سيستايتس. اول سؤال محدش بيذاكرها يعني ايه سيستايتس يعني؟ في كوليسيستايتس فاكرها دي؟ يعني ايه كوليسيستايتس؟ انفلاميشن في الكول بلادر يقول لك سيستايتس. تعرف يعني ايه سيستايتس؟ ده انفلاميشن فين؟ في اليورينري بلادر. يقول لك انواعها ايه؟ طبعا ما حدش بيقراها اصلا بس تعالى اقول لك بس معلومه عنها كده بس نفهمها قبل ما نخش في الفيميل بس. ياسمين ياسمين سيستايتس معناها انفلاميشن اوف يورينري بلادر والانفلاميشن ده اكيوت وكرونيك. بصوا عامة من دلوقتي فيما بعد اي اكيوت انفلاميشن في الاتي. شكرا يا تسلم. جروس افهمين بس ومايكروسكوبك جروس في كونجيشن وإديما مايكروسكوبك اكيوت انفلاميشن مش فاهم يعني ايه برضه استنبط الاكيوت انفلاميشن ايه ها كونجستد بلاد فيسل ها إديما في بول حتى احنا لما نتكلم عن الفيميل دلوقتي انفلاميشن في السيرفكس جروس مايكروسكوبك نفس الكلام بس هنزود بقى حاجه بقى ماشي ممكن يبقى في قرحه معاه في افراز معاه في قصدي ايه بس الاستنباط العام بتاعتنا واحنا ماشيين في الانفلاميشن جروس مايكروسكوبك الجروس الاورجن كونجستد وده بس عرق رحم بقى في افراز المثانه في قرح في قصدي ايه بس المايكروسكوبك ثابت في كونجستد بلاد فيسل في انفلامات القديمة وفي بولمورف نيوكلو ايه ليوكوسايت عشان ما نعرفش بقى كل مره ايه نقعد نعمل وزير فيها. طب بالنسبه للمثانه يبقى في قرح ألسرز يعني في كونجيشن وإديما وإيه؟ وألسرز. مايكروسكوبيكالي اللي هو في كونجيشن كونجيشن بلاد فيسل وإديما وفي مونومورف نيوكلر إيه؟ نيوكوسايتس. إيه اللي ممكن يعمل أكيوت سيستايتس؟ ماشي؟ يقول لك ممكن أسندنج انفكشن. بالذات في طب في الميل ولا في الفيميل الموضوع ده أكتر؟ إيه رأيكم؟ إشمعنى الفيميل؟ عشان شورت وايد ريس ريس قصيره جدا فعرضه لاسندنج ايه انفكشن اي انفكشن في المنطقه بتاعت الفيستيبيول او اللي هو الحته بتاعت الريس دي على طول يروح على مين؟ على المسام. ممكن يبقى قسطره ممكن برضه عن طريق الريس بس ايه كاستر قسطره ملوثه ولا بتاع تعمل برضه ايه انفكشن فين في المسام. طب مش ممكن يبقى ديسندنج؟ احنا قلنا اسندنج مش ممكن يبقى ديسندنج ايه رايكم؟ يعني مش ممكن يجي من الكليه صح؟ بايلونفرايتس كيوت بايلونفرايتس طيب مش ممكن يجي عن طريق الدم واحد عندها سبتسيميا او واحده عندها سبتسيميا او بايميا بلاد بورن او ممكن دايركت يعني مثلا حتى بروستات ماشي وراها يوترس وراها ريكتوم اي انفلاميشن في الاورجن دي ممكن يروح على مين؟ على مثلا دايركت ايه؟ دايركت سبريت اعرفها ايه؟ كونجستد وإديماتس وفيها السرز مايكروسكوبيكالي الجدار في كونجستد بلاد فيسل وديما وفيها ايه؟ بوليمورف ماشي؟ صعبه دي؟ طيب كرونيك لكن كرونيك برضه بصوا بيقسموها حاجتين سبيسيفيك ونون سبيسيفيك انا دي بقولها للشفوي بس ماشي شويه سؤال مهم وبتاع المهم في المساله كلها الكانسر كارسينوما في يورينا ايه بلادر اهم درس اهم كانسر في الكلاب كله هو السؤال ده كارسينوما بتاعت مين والاشكال الغيريه بتاعت احنا خدنا مره فاتت دي لابيلا لينا انفيسيف مش عارف نودولار او بابيلا فيروكس في الكلام ده مهم قوي الكلام ده ومهم قوي التقسيم احنا خدناها دي ماشي سبيسيفيك نون سبيسيفيك يعني ايه كلمه سبيسيفيك نون سبيسيفيك يعني مساله فيها كرونيك انفلاميشن فيها ايه كرونيك انفلاميشن و كرونيك انفلاميتر اكشن والاورجانيزم موجود وسبيسيفيك رياكشن موجود قدامي في تيوبركل في اوفر رياكشن موجود فده اسمه سبيسيفيك ودي في حالتين مشهورين جدا التي بي وبالهرزيز يعني في التي بي بتلاقي تيوبركل
كده وفي تي بي بس الله موجوده، شايف الاورجانيزم وشايف الرياكشن بتاعه تمام. البلهارسيا بتشوف الهارسيا اوفرت او بلوم على قشره بني وفي فايبروزس، الرياكشن موجود برضه. ده اسمه ايه ده؟ سبيسيفيك ايه؟ كورونيك سيستايتس. نعرف سبيسيفيك، شايف كورونيك انفلاميشن قدامك بس ما مش عارف السبب. يعني شايف كورونيك انفلاماتوري سيلز، في هايبربليزيا في الميوكوزا، في سيكنيك في بلاد فيسل، ومش شايف اي حاجه خالص. مفيش اورجانيزم باين ان انا اقول ايه كوزده بكذا، ما اعرفش. سموها ايه في الحاله دي؟ نار ايه؟ نار سبيسيفيك. وبيرجحوا قالك ممكن يكون دي كانت اكيوت وقلبت كورونيك. كان ريبيتد اكيوت اتاك مثلا وقلبت كورونيك، تاخد المنظر نار سبيسيفيك ده. او كانت اكيوت اتاك وما تعالجتش كويس وقلبت بايه؟ وقلبت كورونيك. وجم يقسموها انواع على حسب ايه بقى؟ الانواع دي. يعني قال لك انا نوع مثلا من النوع السبيسيفيك ده، الجدار بتاع المثانة كله ميكوزا وسب ميكوزا والماسل لير انفلتريتد بكرونيك انفلاماتوري سيلز فسموه انترستيشن. سببه ايه؟ انه ما عادش عارفين، بس احتمال والله يكون امينولوجيكال ديستربنس. ماشي؟ طب هل هو ده السبب؟ ما كناش حاطين نوع سبيسيفيك. ماشي؟ نوع تاني تيجي تبص على جدار المثانة بتلاقي فيه فقاعات من غاز. فقاعات فيها ايه؟ غازات سموها انفيزيمتس، مش قصدي جاز جنجرين. واحد بيعمل سونار لواحد واحده ولا واحد ويلاقي ايه؟ عنده كده الجدار بتاع المثانه نفسه في فراغات كده غريبه قوي. ماشي؟ وعباره عن جازز. ايه السبب؟ بيرجحوا لقوا مثلا الراجل ده عنده السكر دايبيت، لقوها موجوده في المنظر بيحصل فين؟ في الدايبيتك. طب ايه الفكره يعني؟ ايه الفكره في الدايبيتس ممكن يعمل حاجه زي كده؟ يعني الجدار نفسه فيه غازات، فيه غازات. عارف والله احتمال يكون مثلا نوع من الانفكشن، نوع من بكتيريا مثلا دخل، واصلا في الدايبيتس في جلوكوز عالي جدا صح؟ عملت فرمنتيشن للجلوكوز فعمل الغازات دي. طب ايه نوع البكتيريا؟ ما اعرفش. هو بيرجح ممكن يكون كده، بس بيرجحوا. اشمعنى رجحوا الموضوع ده؟ قال لك عشان دفت في عين السكر في جلوكوز عالي بكميات كبيره في الجدار بتاع ايه المثانه. ماشي؟ والبكتيريا نوع من بكتيريا معين دخل في الجدار وبدا يخمر الجلوكوز ده وطلع منه الايه؟ الغاز الكربون دايكسيد بابلز الموجوده دي. ماشي؟ دي موجوده في قلب الجدار نفسه، فاتمناها فقاعات غازيه سموها ايه؟ انفيزيمتس ستايتس. النوع الثاني الايزينوفيليك، لو الجدار انفلتريتد بايه؟ بايزينوفيل. يقول لك ايه السبب؟ ما بتظهرش الخلايا دي غير في حاجتين، يا باراسيتك يا الرجيك. فممكن يكون نوع من بس انفكشن، نوع من الرجيك، بس غير معروف برضو الايه؟ مجهول الهويه زي ما بيقولوا يعني. طيب بوليفويد، هذه المثانه اهي، لو الميوكوس مبرين عن المنظر ده او ساعات بيعمل المنظر ده، ايه ده؟ عامل بوليبس. ماشي؟ يعني نوع من الهايبر بلاستيك بوليب كده بيتكون فين؟ في المثانه. ممكن بوليب تخين شويه او برود بوليب كده وبيسموه بولس تايب، او ممكن بوليب عامل زي الفنجر كده بيسموه فيلس تايب. ايه سببه؟ كرونيك انفلاميشن. ماشي؟ بس بيقول لك ده بيلخبط مع الاورام، بيبقى شبه الايه؟ الاورام اللي بتيجي فين؟ في المسام، بس نمر بلاستيك يعني. ماشي يا اخوانا؟ ادي نوع. نوع تاني جم يبصوا بالمنظار على المسام لو فيها بقع صفرا. فاكرين بقع بيضاء اسمها ايه؟ ليوكوبليكيا صح كده؟ ليوكوبليكيا. ممكن دخل بالمنظار لقى فيه حاجه اسمها ملاكوبليكيا. دخل لقى فيه بقعه صفراء ولونها ايه؟ وطريه سوفت يلوش بليكس موجوده جوه ايه؟ جوه المسام. هو كل الناس عارفه انها كلها بتبقى ايه؟ لونها ابيض مش كده؟ ايه الاصفر ده؟ فخرج منها عينه لقوا ان البقعه دي عباره عن ماكروفاج وجواها حديد وكالسيوم. ايه اللي جاب الماكروفاج هنا؟ الله اعلم. ماشي؟ طب ايه اللي مديها لونه الاصفر؟ الحديد اللي جوه الايه؟ الماكروفاج مديها لون الايه؟ اليلوش ده. فسموا المنظر ده، بص بص كلمه ملاكوس معناها سوفت. ماشي؟ فالبقعه الطريه اللي موجوده دي اسمها ملاكوبليكيا. سببها غير معروف. ايه سبب الاصفرار اللي فيها؟ انها كلها عباره عن تجمعات من ايه؟ من ماكروفاج وجواها ايرن وايه؟ وكالسيوم. فهمتوها؟ بس يعني ايه؟ ده لو اتسالت فيها. لو اتسالت فيها.
لا كورونا دي ايه سيستم. والسؤال لو حد يجيب سؤال في الامتحان طب ما يجيب لك سؤال يورينري بالارزيس ماشي ارزع فيه زي ما انت عارف. فهمت قصدي ايه؟ جروس ومايكروسكوبك والليجنز والكومبليكيشن. فهمت يا اخوانا؟ بس يعني ممكن في الشفوي ارزع ايه حاجه زي كده. كلمني على السيستايتس. سؤال رخم انت كل اللي عارفه حتى بتاع البنهارزيس مش مكتوب فيها كلمه سيستايتس حتى. اسمها بنهارزيس سيستايتس المفروض اسمها كده. بس انا مكتوبه يورينري ايه؟ بنهارزيس. المهم ده كان يورينري. نبدا بقى في شابتر تقيل قوي وعايز تركيز وهدوء كده ماشي؟ وهنحاول نجمع فيها على قد ما نقدر. لان في كلام بيتنطط في الجنرال على كلام في وسط السيستم كده كلام عجيب شويه. هنبدا النهارده نتكلم عن حاجتين. هناخد اول موضوع جونوريا او بيسموه السيلان. بيسموه ايه؟ السيلان. مرض جنسي اسمه ايه؟ جونوريا. بص يا ده بيقول لك سيكشوال ترانسميتد ديزيز. بيعملوا نوع من البكتيريا اسمها مايسيريا جونوريا. طبعا ماليش دعوه بايه؟ بمواصفات الاورجانيزم. كان في مايكرو بس انا عايز اعرف بس حاجه ان هو ده بيعمل صديق بيوجينيك. نوع من ايه؟ يعني الانفلنيشن انك تعمله المايسيريا جونوريا دي سبب بايه؟ سبب الانفلنيشن. ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز. بيعمل نوع من البكتيريا اسمه ايه؟ مايسيريا ايه؟ جونوريا. والمرض ده بيأفكت الميل والفيميل. بس احنا بنتكلم عن الفيميل. طيب لو احنا نشوف بالنسبه للفيميل بيأفكت ايه في الفيميل يعني؟ يعني ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز كوزد باي مايسيريا جونوريا أفكت ايه؟ بيأفكت انا جزء في الجينيتال سيستم في الفيميل. بص معايا. نيجي نبص على الجينيتاليا. اولا نجيب مثلا هي الاول. وهنا الفاجينا اهو. ده اليوترس. ده السيرفس. اليوريسترا والفاجينا بيفتحوا كده فين؟ هما الاثنين في منطقة واحدة. اسمها المنطقة عند الجلد اسمها الفيستيبيول. اسمها ايه؟ الفيستيبيول. فأي انفكشن في المنطقة دي ماشي عن طريق سيكشوال ترانسميشن أو غيره هيأفكت مين ومين؟ مين يا اخواننا؟ اليوريسترا وبرضه الجينيتاليا مش كده برضه؟ فبتلاقي فبيقول لك ده سيكشوال ترانسميت ديزيز كوزد باي مايسيريا جونوريا افكت يوريسترا والسيرفكس. طب مش معنى الفاجينا؟ هقول لكم دلوقتي. بيأفكت مين ومين ها؟ اليوريسترا ومين كمان؟ والسيرفكس. اول مكان بيتاثر بسيفير انفلاماتور اكشن. طب ايه اللي بيحصل في اليوريسترا؟ قال لي ابدا اكيوت سيرفر انفلاميشن في اليوريسترا. ويمتد لمين هنا؟ للبلاد يعمل ها؟ سيستايتس. بعد كده السيلك انفكشن يروح على مين ها؟ على الكدني يعمل اكيوت بايرونفلايتس. واحده واحده كده الالتهاب بدا فين ها؟ في اليوريثرايتس. ها؟ سيستايتس اكيوت بايرونفلايتس. لسه هنقول دلوقتي تجميعه كامله لكل مره بس واحده واحده كده. طب لو دخل على الجينيتاليا اول اورجن بيتاثر هو مين؟ السيرفكس. بص معايا كده نرسم الجينيتال سيستم ونشوف. ده الفاجينا ده السيرفكس واليوترس مبطن جوه بايه؟ امهات الاندوميتريوم. مين دول؟ الاوفاريس والترانسيوم. بص كله هيتأثر ازاي؟ يعني دلوقتي هو المرض هيبدأ فين المفروض هنا؟ في السيرفس. اثنين فاجينا. ثلاثة في غرب جنب الفاجينا. أربعة ها؟ اندوميتريوم. خمسة يوتراين تيوب. ستة في الأوفرز. واحدة واحدة كده. وإيه اللي بيحصل فيهم دول؟ أول حاجة مين قلنا؟ السيرفس. بيحصل أكيوت انفلاميشن فين؟ في السيرفس. اسمها أكيوت سيرفسايتس. اسمها إيه؟ أكيوت إيه؟ سيرفسايتس. طب ماشي السيرفسايتس دي عرضها ايه؟ ده اكيوت سيرفر انفلاميشن ها؟ الاستمر الاورجن هيبقى كونجستد وده بس مش كده؟ بس ده سيرفر مش كده؟ قال لك السيرفكس بيبقى كونجستد ادمتس وفي ليوكوريا. يعني كلمة ليوكوريا دي؟ بيقول كلمة ليوكوريا معناها ميوكو بيرولانت
تشارج. يعني في ميوكس بينزل ومصفر كده مش كده، في صديد ميوكو بيرلنت ايه ديستشارج تمام. طب مايكروسكوب كده قال لك عادي اكيوت انفلاميشن، بس نوع الانفلاميشن قلنا ها سبب يعني ايه بالميكروسكوب ها كونجستد بلاد فيسل ها انفلاماتوري اديما وفي بوليمورف وبصلز. خلاص كده بعد كده يبدا ينتقل الانفكشن لمين؟ هاك المفروض عندك في دلوقتي اندوميتريا وفي فاجينا. طب لو راح على الفاجينا بيسموه ايه؟ قال لي المفروض يبقى اسمه فاجينايتس. اه ركز معايا بقى كويس في الحته دي. قال الفاجينايتس على حسب السن. يعني على حسب السن يعني؟ قال لك لو هي افتر بيوبرتي ولا بيفور بيوبرتي. يعني هي بالغه ولا قبل سن البلوغ؟ ماشي عادي ممكن بره سيكشوال انتركورس في سن صغير عادي جدا. ماشي بره عندهم كده. فهل افتر بيوبرتي ولا بيفور بيوبرتي؟ افتر بيوبرتي ما بيحصلش حاجه في الفاجينا خالص. بيقول لك نو اور مينيمال انفكشن. اشمعنى؟ قال لك عشان الميكوزا بتاعته بتبقى ويل ديفلوبت كاركترايزد ستراتيفايد سكويموس ابسيدي. ادي واحد. حاجه ثانيه في نوع من البكتيريا، بكتيريا فلورا موجوده فين؟ في الفاجينا بتخلي البي اتش بتاع الفاجينا اسيدك بيريزست الانفكشن. ده الكلام ده فين؟ افتر بيوبرتي عشان كده الجونوريا ما بتاثرش على الفاجينا. في الادلت فيميل ماشي؟ بس بتاخد منها السيرفكس وما بعد السيرفكس. الفاجينا ما بتاثرش. طب لو سن صغير؟ قال لك سن صغير الفاجينا لسه ما حصلوش كيراتينيزيشن. لا اوف كيراتينيزيشن والفلور دي ما كانتش موجوده. فبيحصل سيفير انفكشن في لونج ايه؟ في لونج فيميل. يسالك طب ماشي واحده ادلت والبكتيريا موجوده فين؟ في الفاجينا اهي. مش ممكن تاثر على حاجه في الادلت دي؟ قال لي ممكن لو حامل وبتولد. ايه اللي هيحصل؟ الطفل يتاثر. اتأثر بإيه؟ أوفسالمين ناتورا اسمها إيه؟ قال لك كونجكتايفال إيه؟ أفكشن للطفل ده بيسموها الحالة دي إيه؟ أوفسالميا إيه؟ نيوناتورا. فهمتوا القصة عاملة إزاي؟ يعني هي نفسها الفاجينا مش هيحصل فيه حاجة بس اللي هيتأثر الطفل المولود ده ماشي؟ بيجي له إيه؟ أوفسالميا إيه؟ نيوناتورا. في مشاكل؟ تاني الفاجينا على حسب الأدلت ولا لسه إيه؟ بيفور بيوبرتي؟ أفتر بيوبرتي مفيش أي مشكلة خالص مش هتحصل. نو أور مينيمال إنفكشن ليه؟ ويل كريكنايزد. حاجة تانية البكتيريا فلورا موجودة بتخلي البي اتش اسيدك ما بيحصلش أي انفكشن. طب سن صغير قال لك في لاك أوف كيراتينيزيشن ولاك أوف باسيلاي اللي هي بتخلي الإيه؟ البي اتش هنا إيه؟ اسيدك فبيحصل سيفير فاجينايتس ده بس بسن إيه؟ لو حصل سيكشوال انتركورس بسن صغير. بس يكون برضه الشخص نفسه عنده إيه؟ جونوريا. تمام؟ طيب. على جوانب الفاجينا هنا كده في غدد اسمها بارثولين جلاند. بيسموها ايه؟ بارثولين ايه؟ جلاند. ايه اللي ممكن يحصل في البارثولين جلاند دي؟ بص كنا لسه بتكلم على الكوميونيكيشن بتاع مين؟ الجنوبيه، ايه مشاكلها؟ قال الفاجينا والغدد ممكن يحصل منظر من الاثنين ايه هو؟ قال ممكن البكتيريا توصل تعدي من خلال الضغط وتخش جوه الايه؟ الجلاند نفسها. وتعمل خراج بارثولين ابسس. ادي منظر. وفي نوع تاني من الافكشن بيحصل اوبستراكشن للايه؟ للضغط بتاع الجلاند. الانفلاماتوري اكسيديت. ويحصل اكيومنيشن للسكريشن ويعمل سيست. بنسميها بارثولين سيست. يبقى المنظرين اللي بيحصلوا تاني ها؟ واحد ها؟ extension of infection into the gland نفسها. يعني الخراج ده بيجيلك infection دي بيجيلك بكتيريا. او تتسد يحصل obstruction للضغط بتاع مين؟ بتاع الجلاند with retention of secretion ويعمل حاجه اسمها ايه؟ بارثولينز ايه؟ سيست. صعبه؟ فيها مشكله؟ يبقى تاني اول حاجه خاصه دي نوع من الغدد بتنسى حاجه زي الميوكوس كده. ماشي. بدا الموضوع فين ها؟ رتم سيرفس سيرفسايتس. ايه الاعلام المميزه للسيرفسايتس؟ افرازات ليكوريه. اسمها ايه؟ ليكوريه. في احمرار في السيرفس وافرازات ليكوريه. بعد كده مين ده هنا؟ الفاجينا السنه سن صغير ولا كبير؟ سنها صغير خالص ها سيفير افكشن. سنها كبير مفيش حاجه بتحصل نو افكشن. بس المشكله ممكن الكومبليكيشن ممكن تحصل ساعه الولاده. الطفل يحصل له ايه؟ اوفثالميا نيوناتورا. دخلنا على البارسولين جلاند. بارسولين يا ابسس يا سيست. ايه الفرق؟ البكتيريا دخلت جوه الجلاند تعمل خراج.
قفل الانفلاميشن قفل الضغط بتاعتها يعمل ايه؟ سيست. الخطوه الثانيه اندوميتريوم اندوميترايتس. ايوه بصوا عاده الاندوميترايتس بتبقى مايلد او ممكن تبقى سيفير. مش فاهم هي حامل ولا مش حامل يا بنيله، يعني واحده مش بريجننت ولا اي حاجه خالص ماشي، والبكتيريا وسط الاندوميتريوم، قال لك ده مايلد، بيحصل مايلد اندوميترايتس. اشمعنى؟ ديو تو فريكونت شيلنج اوف اندوميتريوم ديورنج الاستروجين. يعني مش هيحصل التهاب، مفيش حاجه، اصل كل مثلا 24 يوم 28 يوم بينزل كل اندوميتريوم ده، ولا هيحصل اي حاجه خالص. فالاندوميترايتس بقى ايه؟ مايلد او مينيمال. ده في حاله ايه؟ ما فيش حامل ولا حاجه. طب لو حامل وولدت لو افتر ديليفري او ابورشن هتخش في مصام طينه اسمها بيربرا سيبسس. الفرق بقى اصل اليوترس بيقعد 40 يوم ماشي، او في ماده نكروتك جوه اندوميتريوم وبتاعه وحجمه كبير وهاي لفاسكولار والبكتيريا هتدخل في وسطه ماشي. سيفير اكيوت سيبرت انفلاميشن بيحصل فين؟ في الاندوميتريوم، بيطلع حاجه اسمها حمى النفاس. بيربرا ايه؟ سيبس دي ممكن تموت. يعني على حسب برضه لو واحده مش بريجننت ولو واحده كانت بريجننت وولدت. يعني قول لي بقى ايه مشاكل الجونوريه بعد الولاده او في الولاده؟ الطفل نفسه ممكن يجي له ايه؟ وفسان الناتورا، والام نفسها ممكن البكتيريا تخش فين؟ على الاندوميتريوم اللي هو دلوقتي ايه؟ هايلي فاسكولار، معظمه دلوقتي ميت والنكروتيك وبتاع بعد الولاده، وتعمل بربر ايه؟ سبسس. الاخر بيقول لك ايه؟ اي واحده يجي لها سخونيه اني فيفر فولوينج ديليفري وابورشن within 14 دايز، يعني في خلال 14 يوم بعد الولاده، بعتبرها حمى نفاس الى ان يثبت العكس. ماشي كونسيدر بربر سبسس until proved otherwise. يعني الكلام ده في واحده دلوقتي والده اهي جت مثلا بعد ثلاث او اربع ايام بعد الولاده سخنت، على طول اتعامل معاها انها حمى نفاس، ادويه وبتاع تتعمل هتقول تاثر على اللبن ومش عارف ايه، ما في ادويه ما تاثرش على اللبن بس هتموت. لحد ما اشوف بقى ده كان برد، ده بقى التهاب جوه انفيه، عندها حاجه ثانيه خالص بره الايه المنطقه دي، لحد ما ناخد عينه من الرحم من يدرس اسوار كده ولا بتاع ونحللها ونشوف الموضوع عامل ازاي. خلاص السواب طلعت سليمه او العينه اللي خدناها من الرحم سليمه، خلاص يعني ان شاء الله حاجه كويسه. طلع فيها انفكشن هنا كده كده كنت ماشي ان هي ايه بربر ايه سيبس، ممكن تموت فيها ماشي اخوانا. دي بالنسبه ايه المشاكل، يبقى الاندوميترايتس مايلد او سيفير مايلد مفيش. لو مش حامل مش هيحصل حاجه، حامل مش ولدت البكتيريا لو دخلت تعمل بربر ايه او اسمها اكيوت سيبوراتيف اندوميترايتس. ماشي ايه اللي بعد كده؟ خلصنا على ده. رد عليا مين؟ ها التيوب صح؟ تيوب يعني سالبنجز ماشي. انفلاميشن في تيوب يبقى سالبنجايتس. طيب هنخش في سالبنجايتس. إذا أكيوت ولا كرونيك؟ بتبدأ أكيوت وبتكمل كرونيك. ماشي؟ في البداية تبقى إيه؟ أكيوت وبتكمل بعد كده إيه؟ كرونيك. طب أكيوت إيه القصة بتاعتها؟ قال لي أبدًا التيوب عادي كونجستد وإديماتس وفيها صديد. مايكروسكوبيكال الوول بتاع التيوب كونجستد بلاد فيسل وفي إديما وفي بوليمورف وبسلز، مفيش جديد يعني. طيب لو قلبت كرونيك بصوا معايا بقى. فكركم بالتي بي ممكن تبقى بالمنظر ده او بالمنظر ده او بالمنظر ده. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ممكن التيوب يحصل ديستراكشن الوول بتاعها، ما هو ده سيبرت انفلاميشن، وتلاقي الوول كله فايبروتيك وسيك والريجولار كده، وبيسموا الحاله دي كرونيك انترستيشال سالبنجايتس. ادي منظر. او
يحصل فيبروز على اطراف التيوب وتتملى السيروس في الودز. هيدروسالينكس اسمه ايه ده؟ هيدروسالينكس. او فيبروز على اطراف التيوب وتتملى صديد بايوسالينكس. في مشكله؟ تاني التيوب بتبدا باكيوت صح؟ ما خدتش علاج كويس طنشت ماشي هتقلب بيها كرونيك. كرونيك ممكن يدمر الجدار كله. احنا السكننج في الجدار يسموها كرونيك انترستيشال سالبنجايتس. او تتقفل التيوب من الاطراف وعلى حسب ممكن تتملي سيروس فلويد او تتملي ايه؟ صديد. اتملت سيروس فلويد اسمها هيدروسالبنس. اتملت صديد اسمها بايو ايه؟ بايو سالبنس. في مشاكل؟ هذه المشاكل ممكن تحصل في التيوب. طب بعد كده مين؟ الاوفري. قال لك يحصل نوع من الادهيجن بين مين ومين؟ بين التيوب والاوفري. وفي فيمبريز كده ويتكون خراج واخد التيوب ومين؟ والاوفر مع بعض. اسمه تيوب اوفريان ابسس. يلا كده مع بعض نلخص بقى الكومبلكس بتاع الجنرية. اولا بتكلم عن جينيتاليا. واحد ايه اللي حصل هنا؟ ردوا سيرفيسايتس وفاجينايتس على حسب سن صغير سيفير سن كبير نو انفكشن. بس ايه المشكله بتاعتنا في الولاده وفي سنة البارسولا دي يا سيست يا ابسس صح؟ البكتيريا دخلت جوه خراج قفلت الضغط ابسس يا سيست. الاندوميتريوم على حسب بريجننت ولا لا؟ مفيش بريجننسي نو اور مينيمال انفكشن. اشمعنى؟ فريكونت شيدنج اوف اندوميتريوم. طب حامل ولدت بيربراسبس. التيوب اكيوت سالفنجايتس وتقلب بعد كده بايه؟ بكرونيك. والكرونيك الجدار كله يدخل انترستيشن. تتنفخ وتتملى سيروس كلويد هيدروسالبنس تتملى صديد بايوسالبنس. وخراج من التيوب والايه؟ والاوفري تيوب اوفريان ايه؟ اكسس. مصيبه. مرض زي الزفت ماشي. طب تعالى كده نجمع كل الكومبليكيشن مع بعضها. كومبليكيشنز اوف جونوريا ان فيميل. اصل هناخدها برضه في الميل خلي بالكم ماشي. نفس المرض هناخده فين؟ في الميل جنتال. بصوا مع بعض. قال والله هنلخص الكومبليكيشن كالاتي يا لوكال يا جنرال. بصوا مع بعض لوكال وجنرال. بعدين يعني جنرال مش ديت بجير بكتيريا صح؟ لو رحت عندها تعمل ايه؟ ها؟ توكسيميا طلع توكسين او ها سبتسيميا او بايب. ما ممكن في البربرا سيبسس دي يحصل ستروب في البايتس في النزل بتاع اليوترس وتعمل ايه؟ بايم عادي جدا. طب اللوكال على حسب يورينري ولا جنتال كومبليكيشن؟ يورينري احنا قلنا بيحصل ايه في اليورينري كومبليكيشن؟ مين فاكر؟ ها؟ سيستايتس ويروح على الكلى يعملها بايرن فرايس. طب جينيتال ها بص بقى سيرفكس فاجينا حصل فيه ايه؟ الاندوميتر حصل فيه ايه؟ التيوب والاوفري شفتوا القصه؟ لكن كان منظم. قول له حضرتك في جنرال كومبليكيشن. ايه يا ابني الجنرال دي؟ توكسيميا سيبسيميا بايرن. وفي لوكال كومبليكيشن او بلاش يورينري كومبليكيشن. اسندنج انفكشن المسانه والكدني سيستايتس وبايرن فرايس. جينيتال كومبليكيشن تاخد مين؟ سيرفكس فاجينا اندوميتريال تيوب اوفري ماشي. وحدد بقى سن صغير سن كبير بريجننت في بريجننت كمل الكلام ده كله. هو الكلام ده متنطط في جينيتال بعد كده ماشي. شويه مع اليوترس شويه مع السيرف شويه هنا شويه هنا بس بيتكلم في الامتحانات الجايه ماشي. اخوانا كومبليكيشنز بتاعت مين؟ الجونوريا صعبه فيها مشكله. اقول تاني طب هتبدا بيرسرا الاول بعد كده اسندنج انفكشن بقى يوريسرايتس سيستايتس كده قصدي. ما انا قايل في الاول يا اخوانا ان بيبدا فين؟ في اليوريسرا والسيرفس كده؟ يعني في انفلاميشن في اليوريسرا بعد كده بياخد مين؟ اسندنج بقى للبلادر للكدني. فاهمين يا شباب؟ اقول تاني؟ بدر لاين بس اللاين مش احنا قلنا في الادلت في ميل ان في بكتيريا الفلورا موجوده فين؟
في الفاجينا بتخليه اسيدك صح؟ اسمها دودورلاين باسيلاي. ليه؟ هي دي ماشي. ما هي اللي اسيدك لاتك اسيد. هدخل في موضوع تاني، امراض السيرفكس. امراض مين؟ السيرفكس. ركزوا معايا كويس كده. ايه في؟ بصوا معايا، والله امراض السيرفكس في حاجتين، يا التهابات يا اورام. هاخد النهارده جزء منهم وهقول باقي المره الجايه، بس هقول شويه شرح النهارده. التهابات في السيرفكس يبقى اسمها سيرفسايتس، مش كده؟ الاورام تيومرز برضه نفس الكلام. السيرفسايتس ممكن تكون ايه وايه؟ اكيوت او كرونيك. اكيوت سيرفسايتس او كرونيك ايه؟ سيرفسايتس. انا في الكتاب عندكم شرح شويه حاجات في الكرونيك وكملها في دروس ثانيه. جه عنوان بعدها مش عارف حاجه اسمها ايه؟ نامني وبلاستيك بوليو في السيرفكس. المفروض الحاجات دي تبع الكرونيك ما قالهاش. بس هو عملها عنوان لوحدها. جه في البوليو قال لك دي انفلاماتوري بوليو وبتاع. ما انتش فاهم ايه انفلاماتوري. كنا بنتكلم دلوقتي فين؟ في الانفلاميشن فور. انتوا اخوانا واحده واحده كده. ايه اللي يخلي السيرفكس يجي فيه اكيد انفلاميشن؟ قال لي والله ممكن بلاد بورن انفكشن. ممكن انسترومنتيشن. ممكن جونوريا. ممكن هرمون ديستربنس. واحد يعني ايه انسترومنتيشن دي؟ بلاد بورن يعني مثلا الدم فيه واحد عندها بكتيريميا عندها سبسيميا بتاع هيروح على السيرفكس. انسترومنتيشن اثناء كشف النساء نفسه. الادوات المستعمله في الكشف كاسكو ديفايس او الحاجات دي كلها ملوثه مش معقمه كويس. ما عندوش تعقيم كويس الدكتور ده ماشي. ودلوقتي اجهزه تعقيم زباله ماشي. اجهزه سينيوم نيلة دي وتفرقع ولا بتعقم ولا بتنيم. بتعمل انفكشن تمام. ايه تاني؟ الجنورية مثلا حالا كويس. الجنورية ممكن تعمل برضه ايه؟ انفلاميشن او خلل هرموني. ممكن يعمل نوع من الالتهابات فين؟ في عنق الرحم. ايه اعراض الاكيوت سيرفيسايتس؟ قولوا انتوا بقى. جروس ومايكروسكوبك اسئله مش واجب. كونجست. ايه الحاجه الظاهره يا دكتور؟ بص الدكتور يقول لك ايه؟ يا ابني العيانه تيجي تشتكي من ايه؟ من ايه؟ ها؟ ليوكوريا. ماشي؟ عباره عن ايه بقى؟ ميوكو بيرلنت ايه؟ ديسشارج. فهمتوا القصه عامله ازاي؟ تيجي تبص على السيرفكس كونجست وادمتس. تاخد منه عينه تشوف الموضوع كونجست بلاد فيسل. انفلاماتو القديمه وفيبر مورفو باص ايه؟ وباص ايه؟ في مشاكل؟ طيب. لو ما اتعالجتش كويس منها تقلب ايه؟ بكرونيك. دي مصيبه. ايه الاعراض بتاعت الكرونيك سيرفسايتس؟ عشان نفهم اعراض الكرونيك لازم اعرف تركيب السيرفكس كويس قوي. الكلام ده هيفرق معايا في الاورام وهيفرق معايا فين؟ في الالتهابات بتاعت عنق الايه؟ الرحم دي. بص بقى. لا الفاجينا ده السيرفكس دي اسمها سيرفايكال كانال. يقول لك التركيب بتاعه عامل ازاي؟ قال لك دلوقتي بص تيجي تبص على السيرفايكال كانال متغطيه بكلامنا الرئيسيه يعني. و تيجي تبص على الجزء من السيرفكس اللي بره ده متغطي بستراتيفايد سكويموس ميثيليوم. الجزء اللي هو ده المختفي بيسموه اندو سيرفكس. بيسموه ايه؟ عشان انا بقول لك في حاجه اسمها اندو سيرفايكال بوليب. اندو سيرفايكال جلاند ليها علاقه بالجزء الداخلي ده اللي هو تبع السيرفايكال كانال نفسه. بنسميه ايه؟ اندو سيرفكس اللي هو ده. والجزء الظاهر في الفاجينا اسمه اكتو سيرفكس. اسمه ايه؟ اكتو سيرفكس. طب ايه الفرق بين الاندو والاكتو؟ الكفر بتاعه صح؟ ده متغطي بايه؟ ها؟ الكولندر ده متغطي بايه؟ استراتيفايد سكويموس ايه؟ ايبيثيليوم. والتقاء الاندو مع الاكتو الحته دي اسمها سكويمو كولندر جنكشن. دي مهمه قوي عشان الاورام. ماشي؟ من الاماكن الشهيره جدا بسبب السرطانات الحته دي. اسمها تاني سكويمو كولندر ايه؟ جنكشن. اللي هي التقاء الكولندر مع الاستراتيفايد ايه؟ سكويموس. في مشاكل؟ وحاجه ثانيه برضه جوه السيرفكس في غدد.
ميوكس جلاند موجوده هنا اسمها الغده دي اسمها اندو سيرفايكال جلاندز. ليه؟ عشان بتفتح فين؟ الاندو سيرفكس. اسمها تاني اندو سيرفايكال جلاندز. بس بتفرز ها ميوكس. ايه الموضوع بقى؟ خلاص واحده دلوقتي كان عندها اكيوت سيرفيسايتس قلبت بايه؟ بكرونيك ريبيتد اكيوت اتاك. ان ادكوت تريتمنت لاكيوت اتاك ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في المنطقه دي؟ بص معايا كده في عندي اربع حاجات بيحصلوا. ايه هي؟ اول مشكله هو كان عندها افراز صح؟ بريزستنت ميوكوبيرلانس تشارج او بريزستنت ليوكوري. الافراز ما بيقفش يفضل عرض فيه ايه؟ ميوكوبيرلانس ايه؟ بريزستنت تشارج. ده اول حاجه. في واحد ليوكوري. اثنين الغده دي اسمها ايه؟ اندوثيرون انتو سيرفايكال ايه؟ جلاندز. نتيجه الانفلاميشن والانفلامات الاكسوديت بتتسد الفتحات على الغدد دي وتعمل فوليكلز جوه كده. ماشي. ايه الفوليكل دي؟ قال لك دي نتيجه اوبستراكشن اوف داكتس اوف اندو سيرفايكال ايه؟ جلاندز. بيسموها نابوثيان فوليكل. اسمها ايه؟ نابوثيان فوليكلز. كان في بارثولين فاكرها دي؟ ايه البارثولين دي؟ كانت ايه؟ في الفاجينا صح كده؟ بارثولين سيست وابسس. الغده اللي بتفتح في اخر الايه؟ الفاجينا دي. يا اما لو بكتيريا دخلت جوه بتعمل ايه؟ ابسس. يا اما تقفل القنوات بتاعتك بتعمل ايه؟ بارثولين سيست. دي اسمها نابوثيان. نابوثيان فوليكل. النابوثيان فوليكل اوبستراكشن اوف داكتس اوف اندو سيرفايكال ايه؟ جلاندز. دي كلها علامات الكرونيك. وبعدين قال لك لو عمليه طولت شويه الجلاند يحصل لها هايبربليزيا. يحصل لها ايه؟ هايبربليزيا. بص بتعمل ايه؟ مين دول هنا المفروض هنا؟ الجلاند. طبعا البطن ده المفروض ده يا اخوانا كولندر. تاخد الكولندر وتنزل. بيقول لك بيتكون بولب طالع من الاندوسيرفكس ماشي ومتغطي بالابيثيليوم بتاع الاندوسيرفكس وجواه هايبر بلاستيك اندوميترا جلاندز اندو سيرفايكال جلاندز فبيسموه اندو سيرفايكال بولب. اسمه ده اندو سيرفايكال بولب. ثلاثة. بشكل عامل ازاي؟ قال لك ساعات بيوصل ل 5 سم طوله. البولب ده سوفت بولب كده ساعات بيوصل طوله كام؟ 5 سم. كبير جدا. اوصف البولب في كفر منين ها؟ من الكولامر ابيثيليوم اللي جواه بروليفريتنج اندو سيرفايكال ايه؟ جلاندز. ايه اللي بيحصل؟ بص هو ايه اللي بره هنا المفروض ده؟ اسمه ايه ده اخوانا؟ المنطقه اسمها ايه؟ اكتو سيرفكس متغطيه بايه؟ ستراتيفايد سكويموس. قال لك يحصل ديستراكشن للستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم بتاع الاكتو سيرفكس ويجي الكولامر بتاع الاندو يبدا يغطيه. عامل زي الميتا بليزيا صح كده؟ يعني هو كان متغطي بيه اصلا؟ بسكويت صح كده؟ نتيجة الانفلاميشن او كرونيك انفلاميشن حصل ديستراكشن لمين؟ للسكوموس ابيثيليوم ده. وجاي لي كولندر بتاع الاندو سيرفكس اتحرك عشان يغطي مين؟ الاكتو سيرفكس. بيسموا الحالة دي سيرفايكال ايروجن. تآكل السيرفكس يعني. اسمها ايه دي؟ سيرفايكال ايه؟ ايروجن. ايه اعراض الكرونيك سيرفسايتس تاني؟ واحد ها؟ افرازات ليكوريا. اثنين كلاكيع. ايه الكلاكيع الكوني دي؟ اسمها نابوثيان. ايه سببها؟ القنوات اتقفلت الانفلامات الاوكسيديت. ثلاثه حصل بروليفريشن للجلاند انفلاميشن وعمل البولب طالع من الاندو سيرفكس اندو سيرفايكال بولب. اربعه الاكتو سيرفكس اتدمر خالص ماشي ديستراكشن سكويرس وحل محله كولامنر سيرفايكال ايروجن. وده بيشخص بحاجه اسمها كونتاكت بليدنج. شفرة السائح دي اسمها كونتاكت. ايه يعني كونتاكت؟ كلمه كونتاكت بليدنج بتحصل في مشاكل السيرفكس نفسه سرطان او السيرفايكال ايروجن. يعني بيقول لك افتر سيكشوال انتركورس مش بعد الجماع يعني بيحصل نزيف. ادي اول مشكله. او بيجي مثلا دكتور النساء
بيستعمل نوع من البروبز كده اسمه بير فاجينال بروب. ماشي، تيجي طالع البروب كده في كشف النساء يلاقي جروب عليه دم، ده يبقى دي عندها مشكله اسمه كونتاكت. ايه؟ اي كونتاكت مع السيرفكس يعمل نزيف. الكونتاكت في حاجتين، يا اما في كشف النساء يا اما افتر سيكشوال ايه؟ انتركورس. دي الشكوى بتاعتي. واحده بتقول لك افتر سيكشوال انتركورس في بليدنج، ده اسمه كونتاكت بليدنج، دي مشكله عنق الرحم. يا سرطان يا المصيبه دي اللي اسمها سيرفايكال ايه؟ ايروجن. فهمت يا اخوانا؟ في مشاكل صعبه، اصل في نوعين من بليدنج في النساء. انا اتكلم عنه في الفيميل جينيتال، في كونتاكت بليدنج وفي حاجه اسمها بوست ميلوبوزال بليدنج، دي قصه ثانيه. ماشي يا اخوانا؟ في كونتاكت بليدنج وفي حاجه اسمها ايه؟ بوست ميلوبوزال بليدنج. فهمتوها؟ صعبه؟ في مشاكل؟ يعني كاتب يعني خدنا حاجتين بس النهارده. الجونوريا والسيرفيسايتس، فيها مشكله؟ في بس حاجه البوليبز بقى. يعني ايه البوليب؟ مش في بوليب في السيرفكس؟ السيرفايكال بوليب بتتكون من ايه؟ بص معايا. لك نان نيوبلاستيك بوليبس. قال لي نوعين اثنين، يا انفلاميشن يا اورام. انا بتكلم على السيرفكس. حته صغيره قوي يعني. ايه الانفلاميشن؟ ما هو قدامكم اهي ده. لو كنا بنسميه ايه البوليب ده؟ اندو سيرفايكال بوليب. معلش انا اسف، يا هرمونز. اندو سيرفايكال بوليب. وقلنا ده بيحصل في حالات ايه؟ كورونيك سيرفايتس. بروليفريشن من اندو سيرفايكال جلاند وبتعمل البوليب اللي قدامكم ده. ماشي، دي بتحصل في حالات ايه يا اخوانا؟ كورونيك سيرفايتس. ده انفلاماتوري بوليب يعني. في حاجات زيه بالظبط كانت بتحصل بس نتيجه خلل هرموني. ماشي، طب ايه اللي عمل الخلل الهرموني ده؟ قال لك كونتراسبشن. هرمون ايه؟ كونتراسبشن. واحده تقعد تقول منع حمل ولا بتاع، فبيحصل هايبر بليزيا مين؟ للاندو سيرفايكال جلاند وبتعمل بوليب. بيسموها اسم كده مايكرو جلاندولار هايبر بلاستيك بوليب. طب ايه الفرق يعني؟ قال لك بص هنا البوليب عامل كده، هما الاثنين متغطين بايه؟ بكل نمبر شبه بعض بالظبط، بس هنا الجلاند حجمها كبير نوعا ما في الانفلاماتوري، هنا صغيره جدا. ماشي، طب دي اورام؟ لا، ده هايبر بلاستيك بوليب نتيجه الهرمونات اللي بتاخدها دي. ماشي، حصل هايبر بلازيا للاندو سيرفايكال جلاند، والتاني نتيجه انفلاميشن كرونيك اريتيشن عمل هايبر بليزر الجلاند وعمل البوليب. فالاثنين شبه بعض صح كده؟ بس واحد نتيجه هرمونات، واحد نتيجه ايه؟ انفلاميشن. واحد الغدد نوعا ما كبيره، واحد الغدد ايه؟ فيري سمول مايكرو جلاندز. فيها مشكله؟ صعبه؟ ماشي يا اخوانا، نون نيوبلاستيك بوليب فين؟ في السيرفكس. خدوا نفسكم شويه كده. الاندوميتريوم لو تفتكروا في الفسيولوجي او في الامبريولوجي ايا كان، كان في حاجه اسمها منسترال سايكل، مش كده؟ منسترال ايه؟ سايكل. القصه بتاعتها كان في ماتيور جرافين فولكل بتفرع وتتحول لحاجه اسمها الجسم الاصفر، صح؟ كورباس ايه؟ بيوتيل، مش كده برضه؟ الماتيور جرافين فولكل دي بتطلع استروجين، مش كده برضه؟ والكورباس دي بتطلع ايه؟ من فاكر؟ بروجستيرون. طب وبعدين؟ قال الاستروجين بيأثر على الاندوميتريا. بيأثر على مين؟ على الاندوميتريا. ومسؤول عن مرحلة كده في النمو الاندوميتريا اسمها بروليفريتيف فيز. يعني بيحصل ايه؟ قال لك نبص على الاندوميتريا، الاستروجين بيكتر العدد. البروجستيرون بيكبر الغدد ويخليها تفرز. ماشي؟ فتيجي تبص على الاندوميتريا، عادة في شرايح الاندوميتريا بتلاقيها لونها ازرق. ليه لونها ازرق كده؟ عشان فيها الليمفوسايتس. ده نورمال موجود في الاندوميتريوم اللي فيه ايه؟ ليمفوسايتس. فتيجي تبص تلاقي ايه؟ الشريحه كلها غدد صغيره كده. والاوضاع بتاعتها كلها زرقاء بالمنظر ده. هو ده نورمال ولا مرض؟ ده نورمال عادي خالص. يعني الاستروجين انا خدت عينه من بطانه الرحم في مرحلة مين؟ الاستروجين. المرحلة بتاع الاستروجين دي بيسموها مرحلة البروليفريشن. الغدد بتكتر فبيسموا دي بروليفريتيف اندوميتريوم. بيسموا الشريحة دي ايه؟
لسه هنعرف عن ايه. انا دلوقتي بقول اوصف المرض او بوصف قصدي المنظر. بروليفيريتيف اندوميتريا، في اي مشاكل؟ بعد كده بيحصل ايه؟ بيطلع مين؟ بروجستيرون اللي بيكبر الغدد دي، ماشي؟ بيخليها ترشص، بيخليها ايه؟ ترشص وبتفرز. مرحله البروجستيرون بيسموها سكريتوري، ماشي؟ هتيجي تبص على العينه بتاعتك بتلاقي حته من الاندوميتر كده موجوده، والغدد شكلها غريب قوي، بص عامله ازاي؟ ترشص، بيقول لك عامله زي اسنان المنشار. سو تيث ابيرنس، عامله زي اسنان المنشار بالظبط. بكبر وبدا حتى ايه؟ ازرق. انا لسه بقول شرايح، بقول المفروض لو خدت عينه من اليوترس في حاله السكريتوري فيز او في المرحله دي الاقي ان الجلد بالمنظر ده مع الراجل بالمنظر ده كده، وليها اسنان زي اسنان الايه؟ المنشار. ما لو كانت صغننه خالص كده، دي مرحله مين؟ البروجستيرون الاستروجين. يبقى دي بروليفيريتيف ودي سكريتوري. طيب ماشي، وبعدين؟ طب تعال خش في مرض. الاستروجين في واحدة عندها ورم بيطلع استروجين. ما عادش ده بيطلع خالص. فايه اللي بيحصل؟ بيبدأ يحصل بروليفريشن لمين؟ الجلاند مستمر بقى شوية. بتخش في حاجة اسمها هايبرجليسيا. اندوميتريال ايه؟ هايبرجليسيا. فتيجي تبص على الهايبرجليسيا بتلاقي ايه؟ بص معايا. اللي هيحصل دلوقتي ان ها؟ مين هيزيد؟ الاستروجين. بتبدأ باندوميتريال هايبرجليسيا. هتقول له بعد كده هيفضل يحصل، يعني افرض هو بعد عندها سنه. قال لك لا، ما هو في الاول بيبقى ايه؟ هايبوبليزيا، بعد كده بيقلب باندوميتريال كانسر. طب في الهايبوبليزيا شكله يبقى عامل ازاي؟ السرطان شكله يبقى عامل ازاي؟ قال لك الهايبوبليزيا بيزيد عدد الغدد فيها سيستم دايلاتيشن. سيستم ايه؟ دايلاتيشن. عشان كده بيسموها بصوا سيستم اندوميتريال هايبوبليزيا. يعني حصل هايبوبليزيا مع سيستم ايه؟ دايلاتيشن. بعد كده بتقلب بسرطان صح؟ بقت الغدد الريجولار بقت عامله زي بصوا برانش كده بصوا. برضه في كل الارضيه اللي لونها ايه؟ اسهل. طب ايه المطلوب دلوقتي بقى؟ دلوقتي في عندي اربع عينات صح؟ فيها فراغات صغيره خالص كده وكلها تقريبا شكلها قد بعض يونيفورم كده. ده البروليفريشن بتاع الاندوميتريا. البروليفريشن الغدد عامل زي المنشار ده اسمه سكريتوري. سيستك دايلاتيشن ها؟ دي ايه؟ سيستك اندوميتريا هايبوبليزيا. الريجولار جلاندز كانسر اندوميتري. قال لك بص بقى، طب دلوقتي اعرف ان هو اندوميتري ازاي؟ ماشي معلش اعرف منين؟ بص يا اخويا، شرايح الاندوميتريا بياخدوها بحاجه اسمها كحت. عمليه حاجه اسمها ايه؟ كحت البطانه بتاع الرحم. فالكحت بيخلي العينه الفرافيت كلها. فدي اسمها شرايح الفرافيت. شرايح ايه؟ الفرافيت. يعني بص معايا كده هنا. يعني الفرافيت بصوا. بص عامل ازاي؟ فرافيت اهي. بص عامل ازاي؟ فرافيت برضه. ماشي. كل شرايح مش بعيد الفرافيت. في 50 فرفوته، في 10 فرافيت، لا. هتقول متقطعه الفرافيت. بص معايا. شرايح الفرافيت. قطع يعني صح. على حسب فرافيت مع جلاندز فراغات يعني او مفيش جلاندز. ماشي؟ مفيش فراغات. اللي معهاش غدد ممكن تبقى بالمنظر ده. ده بيلي
الكتل حمراء ومقرشه. فين كان مقرشه الكتل ايه؟ الشغلانومه. لو كنت تبص على الشغلانومه بصوا الاثنين دول ايه؟ فرافيت صح كده؟ قالك لو تيجي تبص تحت الميكروسكوب هتبص على الفرافيت دي، فيها خرام يبقى اندومتري. ما فيهاش خرام قالك على حسب، فيها بابيلي ترانزيشنال سيل كارسينوما بابيلي تايب، فاكرها؟ ما فرافيتها برضه. طب ما فيهاش خرام ولا بابيلي ومنقرشه يبقى شونوما. دي بتاعت مين؟ الشونوما. قالك طيب الفرافيت فيها فراغات، قالك على حسب شكل الفراغات بقى. ماشي. ايه شكلها؟ دي الفرفوته نفسها، يا اما فراغات صغيره جدا وقد بعض مدوره يبقى ده بروليفريتيف اندومتري، يا اما فيها فراغات عامله زي اسنان المنشار، ها سكرت الاندومتري، يا اما الفراغات كبيره وضخمه كده هايبر بليزيا، يا اما الريجولار والبرانش كده يبقى ده سرطان. في مشاكل؟ هتقول لي طب استنى، طبعا عندنا شريحه ثانيه فيها فراغات زي ايه؟ جوفنايل ريتنشن بوليب مش فرافيت كتله واحده. البروستاتا مش فرافيت كتله واحده، ماشي. اللي فيها فرافيت والفرافيت فيها فراغات دي اندومتريا. خلص الموضوع. ماشي. في مشاكل تفهمها؟ تعال نشوف كده. دول؟ ايوه ما دول نورمال بيجوا في الحياه. ما هو نورمال دلوقتي لو انت عندك معمل باثولوجي. واحده مثلا معمل هيستو مثلا. عندها نزيف ولا اي حاجه وتخد تحت من طنط الرحم وبعدين عارف النورمال؟ ماشي. هتقول اذا كان ده مشكله ولا لا اذا كنتش عارف النورمال، فلازم يجيب لك الاثنين دول. بينزلوا في امتحان على فكره، بينزلوا في امتحان بورليفريت وسكريتوري. ماشي. ما شفتهمش في الكليه؟ اه بينزلوا. طب بص انا احنا دلوقتي عرفنا الاسكان بتاعتهم صح؟ هحط شريحه دلوقتي ونشوف اي واحده فيهم. بص معايا دي من الفرافيت اللي احنا شفناها دلوقتي. ايوه ترانزيشنال سيل كارسينوما بابيلي قدامك ايه؟ بص ما تحددش غير ممكن يكون عامل عينك ما شفتش اصلا كسر عامل ازاي؟ اندوميتريا كانسر بس دي ايه؟ دي بابيلي كلها ماشي؟ فرافيت وفيها بابيلي ماشي؟ متقطعة دي ترانزيشنال سيل كارسينوما ايه؟ بابيلي طيب. طيب بصوا دي كده شعر بتاع مين؟ سكرتوري. واحده فيها الفراغات الكبيره الهايبر بليزيا، واحده الريجولار بتاع السرطان. انا احط واحد دلوقتي واختاره، مين واحد واحده فيهم دي؟ سكرتوري.
مش رايح كلها الاول. ها اكيد دي سكرتري ايه انت بتسمع ما شاء الله يا صاحبي كده تورشس ايه جلانس دي سكرتري ايه بينزل في امتحان واحد جدي سكرتري ايه اندوميتري. طب نبص واحده ثانيه السويسري. الجبنه السويسري عارفين افلام توم وجيري؟ افلام توم وجيري بتاع الجبنه اللي فيها الخرام دي مش كده؟ قال يعني اسم الله احنا عارفينها يعني. ماشي؟ فيعني عندهم بره دي الاكل بتاعهم يعني واو زي سوي تشيز مش كده؟ احنا اللي عارفينها ولا دي؟ عارفين جبنه بيضاء جبنه رومي وفلفل اي حاجه من دي بس يعني ولا ده يا عم زي منظر الجبنه الايه؟ السويسري. ماشي؟ ها ايدي قلنا معلش سيستك اندوميتريوم هايبرفيزيا. بصوا مع احترامي ليكم لازم تقول سيستك ان في انواع ثانيه من الاندوميتريوم هايبرفيزيا. ماشي؟ في انواع ما فيهاش سيست دي الشريحه اللي عندكم اسمها سيستك اندوميتريوم هايبرفيزيا. طيب بلاش شوف بقى واحده كمان ها ده كانسر لا مش كده؟ ما انتوا قاعدين بالترتيبه مستنيين. طيب بلاش دي. سيستك اندوميتريوم هايبرفيزيا شريحة تانية. شفتوا غلطتوا ازاي؟ ما انتوا مستنيين الرابعة مش كده؟ ماشي. طب بصوا دي ما انت لما تشوف الكانسر تحدد ايوه بالظبط كده يبقى نقعد 60
بس تعبان قوي الشريحه مش كده؟ سكرتم تمام؟ شوف واحده تاني. لا مش هي هي اللي احنا شفناها من شويه يا ناصح كانت كده مش عارف دي اللي احنا شفناها من شويه دي. ما هم كلهم نفس الريجن او نفس المنظر. طب بصوا لي كده شوف شريحه ثانيه غير اللي احنا شفناهم خالص. يا عم بلاش شريحه عجيبه. طب دي شريحه عجيبه شويه مش عامله زي الستنج بتاعها عامل ازاي؟ بورليفر بس التانيه كان اوضح مالي اوضح ما دي موجوده بورليفر كنت قصدي ايه؟ بقول لك صغننه ودي ايه؟ بتاع ايه ده يا فندم؟ بتاع الكانسر دي شكلها قليل قوي الهدى الاصلي دي ايه دي؟ هتتلزق مش مشكله. طب واحده كمان بص كده يلا بسرعه التريقه التريقه ها ايه ده؟ بورليفر بص لي كده يلا اخر واحده بقى ايه ده؟ ها سياسه الكندومتر ايه؟ فهمتوها؟ صح؟ في مشاكل؟ هو ثواني هو انتم هنبلش عن الفرق وهي هنفهم من مره اصلا عشان نشوفها.
يا طالب سنة مبينة صح؟ بص شوف كان عامل ازاي؟ وبعدين حاجات بين كده بين ايه؟ مع بعض. ايه بين كده؟ ده مايوري يعني موجود يعتبر عكس ممكن كده بصوا. بص الخاني هو بين الخاني مثلا. كنت بتعمل وحاجات الفرق ده مايوري. ماشي؟ بين الخلايا مع بعض دي بين السلف كده تمام؟ حاطين السلف مع بعض اهو. يعني دول انا اصحاب انا اكبر العدسه وبتاع قاعد بس ليه على ستيل بس بالبسكوت هي بيشيلوا الباقي مش من على سنه اكبر من كده بتكسر شريحه الكوريا دي لان شريحه عنده كيلو شويه شويه تيك يتكسر الشريحه في النص لسه في الليجن من الزرع ماشي فبيبقى نعم الموضوع خالص هم على ستيل بس عدسه صغيره كده اربعه وعدسه 10 كبيره خالص ماشي واحده تشوف فيها الشريحه اوفر كلها على بعضها كده واحده بتفضل بس تشوف الليجن بس عامل ازاي وخالص اكتر من كده مش هتشوف حاجه خلايا هتعمل ايه؟ اسم الله مفيش خلايا اصلا مرفعه بره مرفعه مروعه ايه ده؟ ولعبت الفرقتين يعني انت كده بره ده اول وده اول يعني بص انا لسه وريت حاجه ده ما يقول صح؟ في حاجه كده بصوا ده برضه نفس اللون صح؟ ده برضه ما يقول طب ايه الاورجان ده؟ صح ازاي؟ هل انا كتير عارف السؤال ده ومش الكلام انا سمعت عارف هو بص مثلا ايه ده؟ ازاي صح كده؟ هو نفس الامريكي اللي موجود نفس اللون نفس الثمره وايه الولد ده؟